في ترقب مستمر من الأهالي تواصل فرق الإنقاذ أعمالها من أجل إخراج العالقين تحت الأنقاض وكذلك انتشال الجثث جثث الضحايا. هنا في مدينة إسكندرون في ولاية هاتاي كثيرة هي المباني المتهدمة والمتصدعة، ما قد يضاعف هذه الأزمة، فالكثير من الأهالي هنا يضطرون إلى المبيت في العراء أو في الحدائق أو في السيارات، وذلك لأن معظم البيوت في هذه المنطقة متصدعة وكذلك خوفا من الهزات الارتدادية. قبل قليل شاهدنا هنا في هذه المنطقة كيف تم إنقاذ شابين وفتاة أحياء من تحت الأنقاض، وكذلك تم انتشال عدد من الجثث من تحت هذه الأنقاض. رغم مرور أكثر من 35 ساعة على حدوث الزلزال، إلا أن الكثير من الأهالي يترقبون بأمل من أجل خروج ذويهم من تحت الأنقاض على قيد الحياة. تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى هاتاي، وذلك من أجل إتاحة المجال لفرق الإنقاذ وفرق الدفاع المدني والسيارات والمعدات الثقيلة من الدخول إلى الولاية والوصول إلى المناطق المنكوبة. على العموم هنا يشارك عدد من الفرق الدفاع المدني التي تتبع إلى إدارة الكوارث الطبيعية، وكذلك فرق عسكرية تتبع إلى وزارة الدفاع. أيضا هذا الدخان المتصاعد الذي تشاهدونه خلفي هو ناجم عن انفجارات حصلت في ميناء إسكندرون، هذا الميناء التجاري الذي يعتبر من أحد أهم المنافذ التجارية لتركيا على البحر الأبيض المتوسط. أحمد غنام، العربي، إسكندرون، من ولاية هاتاي. يبقى معي الزميل أحمد غنام من هاتاي. أحمد، الصورة خلفك تختصر الكثير من الكلمات، صف لنا المشهد لديك، تفضل. نعم زاهر، بالفعل هذه أعمال الإنقاذ مستمرة حتى هذه اللحظة هنا كما تشاهد، حتى الأهالي حتى هذه اللحظة في ساعات البرد رغم انخفاض درجات الحرارة يترقبون ربما إمكانية خروج ذويهم، والآن ربما يحاولون إخراج أحد الجثث، هذا لذلك هذا الترقب هنا، حتى سيارة الأسعاف أتت وسيارة نقل الجنائز. زاهر، منذ صبيحة اليوم نحن هنا في مدينة إسكندرون نقف أمام هذه الأعمال، أعمال رفع الركام ونقل انتشال الجثث وكذلك أعمال ربما إخراج العالقين تحت الأنقاض. رأينا عدة حالات تم إخراجهم رغم مرور أكثر من 36 ساعة على حدوث الزلزال، خرج أكثر من شخص حي من تحت هذه الأنقاض، وكذلك تم إخراج وانتشال عدد من الجثث تحت هذه الأنقاض. هذه المدينة زاهر، مدينة إسكندرون في ولاية هاتاي، ربما حجم الكارثة أو حجم تأثير الزلزال عليها كبير جدا وواضح، لأن هناك مئات من المباني التي هي متهدمة أو متصدعة ومتشققة، وأن هناك أيضا مئات من العائلات التي اضطرت لترك منازلها والخروج إلى الحدائق والنوم ربما في الصالات الرياضية أو النوم في المساجد والنوم في داخل السيارات. بالحقيقة زاهر، الوضع هنا يعني لا يمكن إجماله بكلمة كارثة، لأن هناك مشاهد إنسانية مؤلمة جدا نراها في كل لحظة في عملية انتشال الجثث أو عملية إخراج الفرحة التي تبدو على محيّ جميع الأهالي حينما يخرج أحد العالقين تحت الأنقاض حيا، وكذلك الترقب والخوف والبرد الذي يخيم أيضا على المشهد، انخفاض درجات حرارة في الليل تعيق أيضا عمل فرق الإنقاذ وفرق الدفاع المدني، هي بالفعل غير كافية. الكثير يتساءل هنا من الأهالي، لماذا هنا لا يوجد معدات كثيرة، لماذا لا يوجد فرق متخصصة كافية؟ قد تجد في أحد مواقع الكثير من العناصر الدفاع المدني تعمل، وفي موقع آخر لا تجد، لكن لا يمكن. الشرح يبدو لذوي وأقارب العائلات منكوبة، رأينا أن في بعض المواقع لا تستطيع فرق الإنقاذ الدخول بآلياتها، إنما يتم فقط دخول أفراد لا تستطيع الآليات الثقيلة الدخول، وذلك ربما بسبب تراكم الركام والأنقاض في الطريق، خاصة أننا نتحدث هنا الشارع الرئيسي داخل مدينة إسكندرون ربما يمتد إلى أكثر من 5 كيلومتر، على طرفي الشارع هناك الأبنية والمنازل المتهدمة،
منها ما هو وقع في مكانه ومنه ما وقع في الطرقات والشوارع. فهذه الأبنية هي نفسها أيضا، هذه الركام المتهدم هو نفسه يعيق عمل الدفاع المدني. أيضا الطرق المؤدية إلى ولاية هاتاي أيضا يوجد فيها بعض التشقق وغير صالحة للاستخدام وغير آمنة، وهي ما دفعت ربما والي هاتاي إلى إعلان حظر الدخول والخروج من المدينة، وذلك لإبقاء الطرقات مفتوحة أمام الآليات الثقيلة وعبور فرق الإنقاذ ودخولها إلى الولاية، من أجل الوصول إلى جميع النقاط المنكوبة والمناطق السكنية المنكوبة. كان اليوم يوجد في ميناء اسكندرون حريق كبير ضخم نتيجة الانفجارات التي حصلت في عقب حدوث الزلزال. قبل قليل سمعنا من هنا من فرق الدفاع المدني بأن توجهت بعض الفرق من أجل إخماد النيران، وذلك من أجل لأن كمية الدخان التي كانت تصدر عن ذلك التفجير أو عن الميناء ربما تسمم أجواء المدينة، وربما تتسبب بالكثير أيضا من الأمراض ربما للكثير من الأهالي. هنا كما تشاهد الأهالي زاهر في درجات، رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أنهم منذ طيلة الصباح ومنذ ليلة الأمس وهم متواجدون هنا. ربما المشهد مؤلم جدا إنسانيا حتى للعائلات التي تنتظر خروج أقاربهم وذويهم من تحت الأنقاض، وأيضا للعالقين تحت الأنقاض إذا كانوا على قيد الحياة رغم مرور تقريبا أكثر من 37 ساعة على حدوث هذا الزلزال. تصريحات كثيرة بأن أعداد القتلى تجاوزت أو وصلت إلى حدود 4000، وكذلك أعداد الإصابات تجاوزت 20,000، لكن حتى هذه اللحظة يمكن القول بأنه الجزء البسيط تم ربما رفعه من الأنقاض، والجزء البسيط من أعداد الناس الذين تم إخراجهم أو حتى الوصول إلى جثثهم لا تزال الكثير. أنا زاهر مضطر لخفض صوتي لأن هنا يطلبون خفض الأصوات ربما بسبب سماع صوت أحد العالقين تحت الأنقاض، فهنا بين الحين والآخر يطلبون منا أن نخفض أصواتنا وأن نتكلم حتى ربما يسمعون أو يصلون إلى أصوات العالقين تحت الركام. في العموم زاهر ربما حجم الكارثة هذا الكبير هو الذي دفع وزير الداخلية إلى رفع الإنذار إلى مستوى الرابع، وذلك من أجل طلب المساعدات الدولية. ما حجم المساعدات الدولية؟ ما طبيعة المساعدات الدولية التي وصلت إلى المناطق المنكوبة؟ هذا بالنسبة لو نظرنا إلى الوضع في هاتاي أو في اسكندرون تحديدا لم نشهد شيء من المساعدات الدولية، أو حتى لا يوجد هنا تصريحات من قبل المسؤولين في هذا المنطقة حول طبيعة المساعدات التي وصلت. ربما لم تصل بعد، لكن ربما طبيعة أيضا الوصول إلى هاتاي وهذه المناطق هو أيضا يعيق تقدم أو وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه النقطة. في العموم الوضع هنا الإنساني سيء، يوجد الكثير من الخيام، يوجد الكثير من الحاجة إلى العمل الإنساني. فهنا هذا ملخص الوضع في مدينة اسكندرون زاهر. شكرا جزيلا لك أحمد غنام مراسلنا من هاتاي، نقلت لنا الصورة من هناك.